والموتور ما مش ما عرفتيش ما بلغتي بيه ما والو ها ضربك هكا هرسك من هاد الرجلادي وصافي وزاد بحال هكا كاع حيت كندير الكاسك ما شفتوش ما عرفتش شاف الوجه ديالو ما عرفتش شاف الوجه ديالو جات داتك لابيلانس ولا شنو درتي داتني لابيلانس وبالنسبه للراجل ديالك شحال دابا هو متغيب يعني دابا راه قلت 6 سنين دابا في 2017 خلاك هاد الوليدات هادو بجوج ومصا عندي بنية واحدة أخرى مربية ليا غير خصي اش الوليدات انقطعو تا هما على الدراسة ما عندهمش الورق ما عندهمش الثبوت النسب يعني الوضع ديال والاب ديالهم فين كاين ما عرفتش فين كاين ما حاولتيش تواصلي معاه تهضري معاه حاولت مرارا وتكرارا ما بغاش كنشوفوك ساكنه في هاد البوية الصغيور يعني بيت فيه 3 متر على 2 متر يعني كل شيء فيه يعني انت هي انا كنت عندي براكه في شي هنا يعني انت من الناس المقصيين ما شديتش دايره الشكايه مره اليوم غيعيطوا لي اليوم غيعيطوا لي مليت ما بقيتش كنمشي عندهم كاع صافي جيت شفت هاد البيت هذا كريتو كريه ب 14000 ريال عايشه فيه انا وليداتي كنمشي نطلب مره نجيب 600 مره نجيب 400 مره نجيب 1000 مره نجيب 100 درهم كل نهار ورزق الوليد اللي ناعس فيه الضيقه وعنده مرض نفساني الناس كلشي كيتشكى منه كلشي كيقول لي يدي الخيريه وانا ما غنسمحش في ولدي ولو ما عاد شنو يكون انا بغيته حمق بغيته معوق بغيته اي حاجه بغيته انا كنطلب من الناس غير يعاونوني يشوفوا من حالي انا دابا سيمانه وانا رجلي اي رجلي هكا يا بلا دواء بلا حتى شي حاجه الدواء ما عنديش باش ناخذه ما يا سميتي الناس اللي وقفوا معايا في السبيطار ما عنديش باش غادي نصيبو الناس اللي داروا لي غير راديوناتها وما خرجوا لي الرام ديال الدواء ما عنديش باش غادي ناخذ خرج لك الدواء ما قدرتش حتى شي ما شربتوش اما الفاصله ما بدلاهاش باش غادي دير رجلي غادي تخمج اما طلعت نفخ غادي حتى الركبه ما عنديش باش غادي ندير اما الناس اللي عاونوني وقفوا معايا داروا لي سميتو داروا لي غير راديو ناس باش يشوفوني واش مهرسه ولا لا ومهرسه عندي الشق في الصبع الصغير ودايره 8 ديال الغرزات في سميتو في رجليا انا الوحيده انا اللي ديال الدراري انا اللي تنوكلهم انا اللي تنشربهم انا اللي ما انا اليوم صغار صغار واحد تاجمع. عنده واحد عنده 10 سنين واحد عنده 9 سنين يعني ما كيقراو ما كيقراو ما حتى شي حاجه ها ماش كيرهم خرجهم المدير قال لهم سيروا تصاوبوا الوراق واجيو المدير هو اللي خرجهم قال لهم سيروا تجيبوا الوراق واجيو تقراو كيفاش كتعيشي في الوضع في هذا البيت هذا انت والوليدات ديالك انت كتشوف اخويا تنطيب فيه عندي بوطه صغيره عندي معينات على الناس اللي عاطينهم ليا ماشي شي حاجه انت كتشوف الوضع عندي جوج كاشات ما عندي حتى شي حاجه التلفازه هذه عطاتها ليا السيده خاسره قالت لي صايبي هاي تفرجوا على ولادك وفوجوا شي شويه ما عنديش باش غادي نصاوب الماكله ما عنديش انت شتي كلشي خويا على عينك ما عندي حتى شي حاجه اللي هي المعينه ديال هذه انا هي المعينه ديال الدراري دابا شاده الفراش جالسه انا شاده الفراش ما عندهمش منين باش ياكلوا شنو تقولي لخوتك المغاربه اللي كيشوفوا انا تنقول لخوتي المغاربه حنوا في الوجه الا انا اختكم وراه كيقول لك كيما كيقول لك المثل الا خنز اللحم تيهزو مالي حسبوني انا من عائلتكم حسبوني انا اختكم وقع لي هذا المشكل حنوا فيا وحنوا لي في وليداتي انا ما بغيت لا بزاف لا حتى شي حاجه انا بغيت غير رجلي تبرى ليا بغيت شي مساعده من الناس خوتي هادشي اللي بغيت وبغيت وليداتي تصاوبوا لي من الاوراق هادشي اللي بغيت باش حتى في المجتمع يكبروا عندهم اوراق عندهم النسب ديالهم عندهم كلشي دابا راه تيخرجوا لا تيقولوا بصيروا ولاد اولاد الطيلاقه اذا شنو يعني ولاو كيتعايروا ولاو تيتعايروا بهاد الالفاظ وانتي يعني كيفاش كتحسي يعني بالوضع ديال وليداتك يعني كتشوفي وليداتك كنشوف ولادي كيضيعوا قدام حاليا مولات الدار لقات السيده جارتي راه كاينه ما كايناش دابا مسافره علمتها قالت ليها قولي ليها تخرج وانا ما كايناش خارجه تنقلب على القوت لولادي منين جيت سمعت داك بحال هكا خارجه كنقولت ليها شوفي رجليا كي دايره حالتي قالت لي راه جات وقالت لك خرجي بغات تخرجني يعني وليتي بين نارين بين نارين مهدده اي
اي الحدم هتدا في الزنقة. حاجة واحدة اللي كنطلب من اخوتي يشوفوا من حالي ويشوفوا من وليداتي، هادشي اللي كنطلب منهم. ما بغيت بزاف، ما بغيت كتر، بغيت غير رجلي تشافى ليا، بغيت وليداتي تاهما يتنقاو ويعيشوا في واحد الوضعية زوينة ويقراو ويشوفوا شي حاجة اللي انا ما وصلتش ليها. بغيت وليداتي شوفوا الوضع عندك هنايا، واش ما قادراش يعني تجمعي هاد المحيل، واش ولا هذا الرجيله دارك ما قادره. كنت كنجمع من اللي مرضت ليا الرجل، صافي ما بقيتش قاده، حشاك مشيت للطواليط. واخا قولي لنا الرقم ديالك على المباشر. 07 74 99 91 80. عاودي لنا الرقم. 07 74 99 91 80. تاهما بحالهم يخرج بوجههم احمر، هادشي اللي بغيت اللي كنتمنى من عندهم. جمعيات ما مشيتيش عند الجمعيات؟ اللي مشيت عنده تيقول لي ما عندنا ما نديرو لك، خاص با مو يدير ليهم سميتو هو اللي يتكفل بهم. دابا ما عندهم لا حاله مدنيه، ما عندهم ما عندهم لا حاله مدنيه لا والو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.